بعد ما عرفنا قرعة دوري أبطال أفريقيا وعرفنا إن الزمالك هيلاعب فيها الترجي التونسي، جه إن الزمالك عنده شهر ناري، عنده شهر فبراير، شهر 2 وبداية شهر 3 شهر ناري، عنده في شهر 2 الإسماعيلي، الترجي في السوبر الأفريقي، الأهلي في السوبر المصري، الأهلي في الدوري، وكمان الترجي التونسي في ذهاب دور 8 في دوري الأبطال، وعندك في أول 3 إياب دور الثمانية بتوع الأبطال ضد الترجي. لأن عندك هتلاعب الترجي 3 مرات والأهلي مرتين والإسماعيلي مرة. ماتشات صعبة جدا، ماتشات مهمة هنتكلم عليها بالتفصيل، والزمالك عنده مشاكل لازم تتحل علشان يعرف يعدي الشهر ده بسلام ومن غير خسائر كتير. لازم المشاكل اللي هتكلم عليها في الحلقة دي تتحل حتما ولابد لازم تتحل. قبل ما نخش في الحلقة انزل ادعمني بلايك المتين واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقة. البداية في شهر فبراير كانت بماتش حرس الحدود اللي اتلعب امبارح، وقدرنا ان احنا نكسب المباراة الحمد لله 2-0، بس في شوية مشاكل في المباراة. بعد كده يوم الاحد الجاي عندك الاسماعيلي، بعد كده هتسافر يوم 11 قطر عشان تلعب الترجي، بعد كده هتسافر من قطر للامارات عشان تلعب الاهلي هناك يوم 20، بعد كده ترجع مصر تلعب الاهلي يوم 24 في الدوري. وفي في كلام على ان مباراة الدوري ممكن تتأجل، الله اعلم لسه مفيش اخبار نزلت، بس في كلام اللي ممكن تتأجل. وعندك يوم 28 او 29 ذهاب دور الثمانية ضد الترجي، ويوم 6/5 او 6/3 الاياب. انت حتى لو ماتش بتاع الدوري بتاع الاهلي يتأجل، فانت عندك برضه 5 ماتشات ناريه، اسماعيلي في ترجي في اهلي في ترجي في ترجي، 5 ماتشات ناريه. انت عندك حبه مشاكل لازم تعدي، فهنخدها بالترتيب 1 و2 و3 و4. هم 4 مشاكل من وجهه نظري انا لازم يتحلوا حتما ولابد لازم يتحلوا. وفي مشكله واحده حصلت وخلاص مش هنقدر نحلها اصلا، وهي مشكله الصفقات. في شهر يناير انت كان باين جدا ان الزمالك عنده مشكله في الباك رايت، اللي هو عندك شيخ حازم امام واحمد عيد. حازم امام ربنا ينتعم بالسلامه يعني، وعندك احمد عيد لسه لاعب صغير ما عندوش خبرات. الناحيه الثانيه عندك عبد الشافي وعبد الله طبعا، ما كان عندك مشكله في الباك ليفت، بس الباك رايت عندك مشكله اكتر. في نص الملعب عندك مشكله، ما عندكش بديل ولا طارق حامد ولا فرجاني ساسي، ولما الاثنين بيغيب او واحد فيهم بيغيب نص الملعب بيتكشف. وعندك كمان مشكله نوعا ما في صانع الالعاب، فانت سبت كل المشاكل اللي عندك دي ورحت اتعاقدت مع كاسونجو كابونجو، ورجعت كاسونجو كابونجو من الاعاره اللي كنت مديها للوداد. فانت تغطيت على مشاكلك كلها وجبت مهاجم. عندك كان عندك مهاجم، عندك مصطفى محمد وعمر السعيد، وعندك عمر السعيد مش مقتنع بيه وبتلعبه. فانا مش فاهم ايه الفكر ليه يعني، يعني طالما انت مقتنع بعمر السعيد وبتلعبه في الماتشات ليه جبت كاسونجو؟ ما كنت تحل اي مشكله ثانيه. مش عارف كارترون ليه عامل الحته دي، بس خلاص هي حصلت ومش هنعرف نرجع تاني ونعيد الحوار من تاني، هي حصلت وخلاص. تعالى بقى ناخد المشاكل اللي هي ممكن تتحل في الايام اللي جايه. اول مشكله وهي مشكله التاليف، التاليف في التشكيل. لازم التشكيل في الماتشات اللي جايه كلها يبقى التشكيل الاساسي، ما يلعبش فيه في اي ماتش، ما يعملش روتيشن في اي ماتش. عندك 5 ماتشات تكسبهم، عديت في كل الماتش في البطولات وقطعت شوط كبير جدا، وكارترون ده يعمل له تمثال يعني لو كسب ال5 ماتشات اللي جايه. فانت عندك 5 ماتشات مهمين، ما ينفعش تقلل في التشكيل تماما. انا اقول لكم من وجهه نظري التشكيل اللي احنا المفروض نلعب بيه ما بقاش فيه تاليف تماما في الفتره اللي جايه. انا من وجهه نظري يلعب في حراسه المرمى جنش، خلاص جنش رجع من الاصابه بيتمرن كويس، لازم ياخد الماتشات اللي جايه ولازم يرجع يلعب اساسي. جنش رجل المرحله القادمه، ولا تقول لي ابو جبل ولا تقول لي عواد، هو جنش رجل المرحله. جنش بيعرف يلعب تحت الضغوطات كويس جدا، لاعب عنده شخصيه كويسه جدا، كابتن من كابتن الفريق. فطبيعي جنش يبقى حارس مخضرم، حارس عنده خبرات، حارس ما بيندرجش تحت الضغط، بيعرف يلعب تحت الضغط، شفناه في كذا مباراه بيعرف يلعب تحت الضغط كويس جدا. فرجل المرحله القادمه لازم يكون جنش قدامه، يبقى موجود محمود علاء ويبقى جنبه الوينج ناحيه الشمال انت عبد الله جمعه او عبد الشافي. انا من وجهه نظري تعب عبد الله جمعه، عبد الله جمعه لان في الناحيه الهجوميه بتاعت عبد الله كويسه جدا وبيعرف يرفع عرضيات كويسه، وانت عندك مصطفى محمد كمهاجم بيتغذى على عرضيات، فانت عبد الله جمعه بيرفع عرضيات عكس عبد الشافي. عبد الشافي ولا بيرفع عرضيات ودفاعيه مش كويس، فانت ولا هجوميا ولا دفاعيا كويس في الباك في الباك ليفت. تلعب ليه عبد الشافي؟ لازم عبد الله جمعه اللي يلعب. ناحيه اليمين انت ما عندكش غير حلين اثنين في الباك رايت، عندك احمد عيد او عندك حازم امام. محمد عيد لسه ما عندوش خبرات، انت ترميه في النار في ماتشات زي دي ما عندوش خبرات. حازم امام هو بيجري كويس، بيرفع يعني بيجري سبرنتات كويسه،
لعب على الارض كويس، بس عرضياته بيرفع عرضيه قد كده، لازم تصلح عرضياته، ولازم يتصلح الحته بتاعه التغطيه العكسيه بتاعه حازم. حازم التغطيه العكسيه سيء سيء جدا 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 كمان. فانت عندي فكره لو كارترون فكر فيها هتبقى ضربه معلم، انه يلعب ولا يلعب بحازم امام ولا يلعب باحمد عيد ويلعب بمحمد عبد الغني باك رايت. شفنا محمد عبد الغني لعبها كذا مره، شفناها في اهم مره لعب فيها عبد الغني باك رايت كانت في نهائي الكونفدراليه ضد نهضه البركان، وساعتها قدرنا نكسب البطوله. ممكن تفكر في حته ان انت تلعب عبد الغني، عبد الغني كويس جدا دفاعيا وممكن يفيدك نوعا ما هجوميا، بس هو كويس جدا دفاعيا، وانت عايز باك دفاعي كويس في الماتشات اللي جايه. في الحته الدفاعيه بتاعتك دي لازم كويس، انت اهم ثغراتك او اكبر ثغراتك هي الباكات بتاعتك، سواء عبد الشافي او حازم، فانت دي اهم يعني اكبر ثغره عندك هي الباكات. اتنين في نص الملعب تلعب بطارق حامي وتلعب بفرجاني ساسي، هما الاثنين اللي عندك مفيش غيرهم. تلعب قدامهم بقى، هنا بقى نيجي نتكلم شويه، تلعب باوباما ولا تلعب ببن شرقي؟ انا من رايي نلعب ببن شرقي، لان بن شرقي لما بيجي من ورا لقدام ووشه بيبقى للجون بيعرف يجيب الجوان، عكس ما يبقى وينج، وينج نوعا ما شويه بيحاول انت بقى ايه تدي له ادوار دفاعيه او كده فبيبقى مش كويس، لكن تلعبه تحت المهاجم اللي هو يروح من ورا لقدام دي فكره كويسه جدا. تلعب ناحيه الشمال بقى بسيسو، وناحيه اليمين تلعب بنجم، وقدام تلعب بمصطفى محمد. دي التشكيله اللي يلعب بيها جدش، محمود علاء، محمد عبد محمود الونش، ناحيه الشمال عبد الشافي، ناحيه اليمين محمد عبد الغني. اثنين في نص الملعب طارق حامد فرجاني ساسي، قدامهم يلعب بن شرقي على الشمال، زيزو على اليمين، ونجم قدام مصطفى محمد. التشكيله دي لو لعب بيها ماتش الاسماعيلي ولعب بيها ماتش الترجي في السوبر وماتش الاهلي وماتش الترجي تاني وماتش الترجي تالت، فانت هيبقى عندك مشوار كبير، عندك خمس ماتشات لو لعبت بالتشكيل دي هتبقى كويسه جدا. وكده الحل الاول اهو جالكم، قلت لك عندي اربع مشاكل، اول مشكله قلت لك حلها، تيجي بقى تاني مشكله. تاني مشكله واللي هي المشكله اللي قد كده اهو، قد كده اهو، قد كده اهو، محدش مقتنع ومفيش حد مش فاهم ليه الجهاز مش بيطلبه، وهي مدرب احمال. لازم مدرب احمال. انت بتيجي قدام حرس الحدود وقدام وادي دجله فرقه بيها بيها لربنا، وبتبدا من الدقيقه 70 او الدقيقه 75 لعبتك بتفيص حرفيا، لعبتك ما بتقدرش تشيل رجليها مع الارض. لازم مدرب احمال، لازم كارترون بقى يشيل الكبر اللي عليه ده ويشيل الكبرياء اللي جواه دون، ولازم نجيب مدرب احمال. مدرب احمال لازم 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 مدرب احمال الفتره اللي جايه. لو ما جاش مدرب احمال انا اضمن لكم وابصم لكم بالعشره ان احنا مش هنطلع ولا بطوله. لو جاب بطوله دي كده بقى سواء سوبر مصري او سوبر افريقيا هتخطف وتجري، لكن انت بقى تجاري الفريق اللي قصادك وتجاريه بدنيا وتجري معاه وتخبط وتنزع وكده، لا صعب دلوقتي في الزمالك زي اللي انت عندكش مدرب احمال اصلا. هو مدرب الاحمال هو الراس الكبيره في الفريق، هو العنق اللي طلعك من عنق الزجاجه. تعال بص على فرق اوروبا، مفيش فريق في اوروبا ما فيهوش مدرب احمال، مفيش مدرب ما بينجحش بدون مدرب احمال. جوس نجح عشان كان معاه مدرب احمال كبير، فريرا نجح مع الزمالك عشان كان معاه مدرب احمال كبير. فانت لازم عندك مدرب احمال تقيل عشان تعرف تعدي المرحله اللي جايه. لازم الفتره اللي جايه والايام اللي جايه نسمع ان الزمالك تعاقد مع مدرب احمال، لازم لازم لازم. تالت مشكله بقى واللي احنا لازم تتحل او نلاقي لها حل، وهي العامل النفسي. الزمالك لو في الفتره اللي جايه قدر يجيب مثلا معد نفسي للفريق هتبقى حاجه كويسه جدا، لان الزمالك لعبته نفسيا نوعا ما مش هي احسن حاجه. نفسيا مش احسن حاجه، مش افضل حاجه. اللعيبه لازم تتشحن نفسيا كويس جدا، لازم اللعيبه يبقى عندها اصرار وتحفيز وحماس وتحفيز نفسي كبير جدا عشان يعرف يعدوا المرحله اللي جايه. عندك ماتشين ببطولتين، السوبر الافريقي والسوبر المصري، قدرت تكسب الماتشين ده وخدت البطولتين دول هتخش ماتش الترجي في دوري ابطال افريقيا عندك ثقه غير طبيعيه، عندك ثقه غير طبيعيه. فاللي انت تجيب معد نفسي الايام اللي جايه يخلي اللعيبه نفسيا كويسه، تعلى نفسيا، لعيبتك تعلى نفسيا، تخش ماتش السوبر تبقى لعيبتك نوعا ما عندها تحفيز ومتحفزه وعاليه نفسيا، فتكسب ان شاء الله السوبر، فانت تعلى تاني نفسيا، تخش السوبر المصري تكسب السوبر نفسيا يبقى اعلى، وتخش افريقيا تكسب كمان ان شاء الله ماتش افريقيا تبقى نفسيتك في السماء وتبقى عندك ثقه غير طبيعيه. فانت لو المدرب مش قادر انه يشحن اللعيبه نفسيا جيبه عند نفسي خلاص. لو مش قادر تشحن اللعيبه نفسيا للمدرب جيبه عند نفسي وريح نفسك. كانت مشكله بقى واللي هي لازم تتحل برضو، لازم تتحل
هي مشكله في مشكلتين، يعني مشكله في نفس الحته. اول حاجه واللي هي العرضيات، انت عندك مهاجم بيتغذى على العرضيات اللي هو مصطفى محمد، بيتغذى على العرضيات، شفناه في الاولمبياد اي كره عرضيه بتجيله بيخلص، فانت عندك مهاجم بيتغذى على العرضيات، فظل انت ما عندكش مكان بترفع عرضيات، فانت ايه لازمه المهاجم بتاع العرضيات؟ ملهاش لازمه. لازم تحل مشكله العرضيات، سواء عبد الشافي او حازم امام، او تشوف حد يعرف يرفع عرضيات بقى، تبقى ثبت الباكات ورا بقى، وتخلي الوداد هي عندها حريه وترفع عرضيات، ده حاجه كويسه. تخلي الباكات تطلع وترفع عرضيات، دي ماشي اظبط عندها، مش قادر تعمل ده، لازم تتحل، لازم 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 مشكله العرضيات تتحل. ومشكلة التانية واللي هي التخليص قدام جول، الكرة الأخيرة أو اللمسة الأخيرة زي ما بيقولوا، اللمسة الأخيرة واللي هي الانفرادات. أنت في ماتش حرس الحدود جالك انفرادات بالجملة، أوباما ونجم وعنتر وانفرادات انفرادات انفرادات، وتضيق تضيق تضيق. لازم 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 الانفرادات واللمسة الأخيرة تتحسن عند اللعيبة. الزمالك عنده مشكلتين كده اللي هي عرضيات لازم تتحل، وعندك كمان المشكله بتاعت اللمسه الاخيره اللي لازم تتحل. لازم كده قلت لكم الاربع مشاكل. المشكله الاولى وهي التاليف، التاليف في التشكيل، لازم التاليف في التشكيل يتشال، ولازم نثبت التشكيل بنلعب بيه كل الماتشات الجايه. قلت لكم تشكيل من وجهه نظري اللي احنا بنلعب بيه ونعدي بيه المرحله دي. الحاجه الثانيه لازم تجيب معد بدني، لازم تجيب مدرب احمال. والحاجه الثالثه لو مش قادر تشحن اللعيبه نفسيا جيب معد نفسي، مش قادر تشحن اللعيبه نفسيا جيب معد نفسي. ورابع حاجه هو غير العرضيات والانفرادات او اللمسه الاخيره. دي كان رايي، وده كانت النقط الضعف او المشاكل اللي عند الزمالك اللي شايفها لازم تتحل لو عايزين نعدي المرحله دي بسلام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله الزمالك يقدر يعدي المرحله دي، نقدر نكسب الترجي في السوبر والاهلي في السوبر، نقدر ان شاء الله نكسب الترجي ودوري الابطال ونصعد للسيمي فاينل ان شاء الله باذن الله. انا متفائل، متفائل احنا المرحله دي نقدر نعدي منها كويس جدا، نقدر نحل المشاكل دي. كارتيرون قادر انه يحل المشاكل دي ونعدي المرحله دي، بس يشيل الكبرياء اللي عنده شويه واحنا ان شاء الله نقدر نعدي المرحله دي. كانت دي من وجهه نظر مشاكل الزمالك، ودي برده من وجهه نظري حلها. قول لي من وجهه نظرك انت مشاكل الزمالك اللي انت شايفها، وقول لي كمان حلها في الكومنتس، في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه او اشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقيها في الديسكربشن تحت، واعمل شير على الفيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معانا مصطفى، نشوفك الحلقه الجايه، سلام.